أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. القوات الفرنسية تغادر العراق وتشكيك بالانسحاب الأمريكي من قاعدة القائم. متظاهرون يرون وقائع التعذيب والموت في الأقبية المظلمة. تحذيرات من كارثة صحية في النجف بعد تسجيل عدة إصابات بكورونا. خلية الأزمة تدرس تمديد حظر التجول في اجتماع الجمعة. إسبانيا تتجاوز الصين في عدد وفيات كورونا، وإيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة. حصيلة وفيات كورونا تتخطى حاجز 20,000 حول العالم. الأردن يخفف حظر التجوال ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها. بات المشهد السياسي العراقي في وضع مغاير تماما لما كان عليه قبل أسابيع. فجائحة كورونا نجحت في التغطية على مهزلة المشاورات الجارية بين الكتل والأحزاب السياسية لاختيار شخصية توافقية تتولى عملية ترميم حكومة بغداد التي أطاحت بها مظاهرات ثورة تشرين. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن العملية السياسية منذ تأسيسها وفرضها في المشهد العراقي جبلت على أن بقائها قائمة مرتبط بفوضى الواقع واضطراب الأحداث. تتجه النخبة السياسية في العراق نحو التغابي، وهي تتكئ على انصراف الناس عن رصد حالة التناكف بهدف الإلغاء والتدافع بقصد الإزاحة التي تطغى على مشاوراتها، وتحاول أن تصنف ذلك على أنه متنفس يخلصها من الضغط الجماهيري الذي كانت تولده حركة الاحتجاجات في البلاد على مدى 5.5 أشهر. لكن الراصد يدرك جيدا أن الأمر لن يكون ذا أثر معتبر يغير من توصيف المعترك السياسي الذي تخوضه تلك القوى في إطار منظومة من الفشل المركب، بقدر ما هو استغلال بشع لحالة طارئة تمس حياة العراقيين وواقعهم المعيشي، واستثمار دنيء للتهديد الذي يخوف الناس من جراء تزايد مساحات انتشار فيروس كورونا في البلاد. ولعل من أبرز المغالطات التي تقتات عليها هذه المنظومة تكمن في فشلها المحض الذي يمنح أحزابها وقواها المتباينة في المرجعيات الدولية والإقليمية فرصاً متلاحقة لتبادل الأدوار وتغاير مواطئ القدم، فضلاً عن تهيئة أدوات جديدة بين حين وآخر للدخول فيها والاستحواذ على مكان من يغادرها مكرهاً تحت مظلة الديمقراطية أو التغيير المكذوب أو الإصلاح المعوج في واحد من أكثر نظم الحكم عوقاً عرفه تاريخ الأمم والدول. يضيف الكاتب بالقول إن الجميع يعلم أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على أصعب أرقام معادلة المشهد العراقي، فبات متأثرا أكثر من أي وقت مضى، ونعني بثورة تشرين والضغط الشعبي المتولد منها والذي نجح مرحليا في إسقاط حكومة الاحتلال السابعة. تقدم أكثر في نجاحه فأفشل محاولة أحزاب السلطة في الإتيان ببديل عنها. نشرت صحيفة أتلايار الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تخطيط الجيش الأمريكي لبناء قاعدة عسكرية جديدة غرب العراق لحماية مصالح واشنطن من أي هجوم. وقالت الصحيفة في تقريرها إنه حسب أحد المصادر الأمنية سيقع نشر أنظمة دفاع مضادة الطائرات من طراز باتريوت بمجرد إنشاء هذه القاعدة التي ستقام شمال منطقة البغداد في محافظة الأنبار، وذلك بالقرب من الحدود مع سوريا.
الصحيفة بيّنت أن الهدف من هذه القاعدة يكمن في حماية قاعدة عين الأسد والمصالح الأمريكية في الأراضي العراقية من التعرض لهجمات جديدة محتملة من إيران أو ميليشياتها العراقية، خاصة قوات الحشد الشعبي. ففي الثامن من كانون الثاني يناير، بعد 5 أيام من الهجوم الذي استهدف الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، تعرضت قاعدة عين الأسد لـ20 قذيفة أصابت أكثر من 100 جندي أمريكي. وأوضحت الصحيفة أن بعض المصادر أكدت أن تحديد موقع لنشر نظام صواريخ باتريوت يعد سابقة هي الأولى من نوعها في العراق. وتدل هذه الإجراءات على نية القوات الأمريكية البقاء في قواعدها الغربية في العراق لفترة طويلة. وقد تزامنت هذه التقارير مع التحركات الأخيرة للقوات الأمريكية في البلاد. وأشارت الصحيفة أنه منذ القرار الذي صادق عليه البرلمان الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تكن هناك تحركات كبيرة في هذا الصدد، باستثناء المعلومات التي تم نشرها في منتصف شباط فبراير التي ادعت أن جنود الجيش الأمريكي بدأوا في الانسحاب من حوالي 15 قاعدة عسكرية في العراق، ومع ذلك لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات. وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية التي يبدو أن واشنطن قد تبنتها مع عسكرة غرب العراق في الأفق لا تضع حدا لطموحات الطبقة السياسية في العراق فحسب، بل الشعب أيضا الذي دعا إلى رحيل القوات الأجنبية في المظاهرات. فهذه الإجراءات تدل على نية القوات الأمريكية بالبقاء في قواعدها في العراق لفترة طويلة. تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الوضع على الحدود بين العراق وإيران التي تعتبر أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الشرق الأوسط. وصفت الأجواء بأنها مشحونة. وقال مراسل الصحيفة فالح حسن أن الأصوات ارتفعت بغضب، وقد تجمع عدد من الناس على الجانب العراقي من المعبر الحدودي عندما حاول دبلوماسيان إيرانيان إخراج أقارب لهما من إيران حيث ينتشر الفيروس وإدخالهم إلى العراق. الصحيفة تضيف أنه عند معبر زرباطيا الحدودي في وسط العراق يكافح حرس دوريات الحدود في بدلات المواد الخطرة والنظارات الواقية والأقنعة والقفازات لإبعاد فيروس كورونا. هذا العدو غير المرئي البارع في الاختباء مثل أكثر المهربين خبرة، بعد أن كانت الحدود مع إيران الحليف الوثيق والشريك التجاري للعراق سهلة الاختراق إلى حد كبير، حيث كانت العائلات والزوار الشيعة يتنقلون ذهابا وإيابا، غير أن وباء كورونا قلب كل شيء بين عشية وضحاها بعد أن أصبحت إيران واحدة من بؤره التي سجلت أعدادا كبيرة، في حين لم يسجل العراق سوى حالات قليلة نسبيا. وبالتالي منع معظم الإيرانيين من دخول العراق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع استثناء الدبلوماسيين الذين يحاول بعضهم جلب أسرهم. وقد عاد عشرات الآلاف من العراقيين منذ تفشي الفيروس في إيران، وهم معظم من يعبرون الحدود هذه الأيام. وقد أعطت قصصهم لمحة عن الوضع في إيران الذي تم إخفاؤه عن العالم، بحيث تسعى القيادة في طهران لإظهار السيطرة على كل شيء. الصحيفة تنقل عن أحد العراقيين الذين كان في إيران قوله إنه ما جرى في إيران هو كارثة، فهو كان يعتقد أن الإيرانيين كانوا يعطون أرقاما دقيقة، ولكن عندما خرج أدرك بأن عدد المرضى والقتلى أعلى مما تعلنه السلطات الإيرانية. لافت تماما المشهد العراقي في زمن كورونا، لا يشبهه غيره.
يبدو نشازا عن مشاهد معظم بلدان العالم التي يحدق بها الخطر، لنقل إنه يبدو متفردا في قراءته هذا الخطر وما يمكن أن يفعله فيروس كورونا اللعين في أجسادنا وفي عقولنا أيضا، وإذا ما تمكن منا ربما يقذف بنا خارج التاريخ الذي أصبح بعضنا يستنجد به لينقذه من الموت. هذا ما أشار إليه عبد اللطيف السعدون في مقاله بصحيفة العرب الجديد. ماذا يمكن أن نقول عن عشرات ألوف العراقيين الذين تجاهلوا الحجر الصحي وتحدوا قرار حظر التجول الذي أعلنته السلطة وخرجوا من منازلهم ليزوروا ضريح الإمام موسى الكاظم في ذكرى رحيله؟ كيف نسي هؤلاء وصية النبي في موضوع الوباء ومراجعهم تزعم أنها تقتدي بأهل بيته؟ إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، في دلالة عدم السعي إلى المهالك والالتزام بالحجر واحترامه. وفي الواقع ما زاد في الضرر، إذ قيل إن أعداداً من الإيرانيين عبروا الحدود للمشاركة في مراسم الزيارة في وقت زعمت السلطة أنها أغلقتها مع الجيران على خلفية كورونا. في حينها كان رجال الحكم الموكلة إليهم دستورياً حماية مواطنيهم من الأخطار وإدارة الأزمات قد انصرفوا عن واجباتهم وانشغلوا بالتقاتل على الغنيمة والتباحث في أمور الوزارات وتوزيع الحصص ولم يلقوا بالاً لما يحدث. وحده وزير الصحة رفع صوته محذراً من مغبة ما شاهده أمامه ودعا رجال الجيش والأمن إلى منع الزوار من التجمع وإجبارهم على تطبيق الحظر، ولكن لا أحد كان مهتماً بالأمر ما دام هناك من ادعى أن زيارة المراقد وتقبيلها هي العلاج الناجع لفيروس كورونا. الكاتب يضيف بأن هذه المفارقة ومفارقات أخرى غيرها لم تكشف عن حجم التدهور الذي عانى منه العراق طيلة الأعوام 17 العجاف التي أعقبت الغزو والاحتلال فحسب، إنما قدمت لنا أيضا صورة واقعية وقاتمة لما تعاني منه البيئة الاجتماعية والثقافية في بلادنا من عطب وفساد وتخلف لا سبيل إلى نكرانه أو حجبه عن العيون. نشرت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية مقالا للكاتب كون كوغلين يحمل فيه الصين مسؤولية تحول أوروبا إلى بؤرة لوباء كورونا. الكاتب اعتبر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخطئ بوصف الفيروس بأنه صيني، وأضاف بأن بكين قد تشعر بالإهانة إزاء ذلك، لكن ترامب لم يفعل شيئا سوى تسمية الأشياء بمسمياتها. الكاتب انتقد ما عده محاولة من الصين لاستثمار الأزمة الصحية الأسوأ منذ قرن لتوطيد طموحاتها وتحقيقها، وتابع أن الفيروس نشأ في سوق لبيع لحوم الحيوانات البرية في ووهان نهاية العام الماضي، لكن رد الفعل البطيء في التعامل مع انتشار الفيروس إضافة إلى ما يرى أنها محاولات الحزب الشيوعي الحاكم التستر على مدى فداحة الأزمة تسبب بجعل أوروبا الآن مركزاً للوباء. وأشار الكاتب إلى أن أحد المبادئ الرئيسة للحزب الشيوعي هو عدم السماح لأي شيء بالنيل من مكانته وسلطته، وهذا يفسر عدم استماعه للطبيب لي وين ليانغ الذي اكتشف التهديد المخيف لفيروس كوفيد-19 قبل أن تتهمه السلطات بترويج الشائعات متجاهلة الأمر حتى منتصف كانون الثاني يناير. وحتى ذلك الوقت كان الطبيب لي يشرف على الموت إثر إصابته بالفيروس، بينما أدى سفر وتنقل مئات الآلاف من الأشخاص من ووهان وإليها إلى تحول الفيروس إلى كارثة عالمية. وتابع كوغلين أن الصين لم تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالدرجة الضرورية اللازمة ومنعت العالم
من الحصول على معلومات ضرورية للحد من تفشي الوباء. الكاتب يضيف بأن العالم لا يعرف حتى الآن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين وعدد المصابين به، لكن الحزب الشيوعي الصيني ما زال يبث الدعاية عن قدرته على تحقيق المعجزات كما يسميها والتغلب على فيروس كورونا. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إعادة الحياة إلى طبيعتها في أمريكا في منتصف الشهر المقبل تنم عن تفكير متهور. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه لا عودة للعمل بشكل طبيعي إلا بعد تطوير عقار فعال لمواجهة تفشي فيروس كورونا. الصحيفة تفيد بأنه في دراسة أولية في الصين أجريت على أشخاص جاءوا إلى شونغ كينغ من ووهان أظهرت أن نسبة 18% منهم كانوا دون أعراض، ومن بينهم أطفال وكبار في العمر، وهذا أمر لا يختلف عن الحالات التي نراها في الإنفلونزا، المرض المتوطن الذي يعود مرة تلو الأخرى، إلا أن فيروس كورونا هو أشد فتكاً. وتجد الافتتاحية أن حقيقة أن الكثير من الأشخاص يحملون المرض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ولا يشعرون بالأعراض يجب أن تمنح مساحة للتفكير في الأشهر المقبلة. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن الناس سيعودون إلى العمل في الوقت الذي يرغبه لإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، وقال إن هذا سيحدث قريباً مع التزام الناس بالاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي، وقال نستطيع عمل الأمرين معاً. وتعلق الافتتاحية قائلة إن العودة إلى العمل قريباً هي قرار متهور، فهناك حاجة لوقت من أجل كسر سلسلة نقل الفيروس، والعودة في وقت ما إلى العمل ضرورية إن لم تكن أمراً محتوماً. وحتى يتم التوصل إلى لقاح أو علاج تم فحصه وتصنيعه، فإن العودة إلى الحياة الطبيعية ستظل مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية معلقة. وتختم واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول بأنه لا يمكن بدء المرحلة المقبلة في الأسبوعين المقبلين كما يعلل ترامب، حتى لو بقينا في وضعنا الحالي لمدة أطول كما فعلت الصين، فدون تحضير المرحلة المقبلة فإن الفيروس سيعود هادرا بقوة. تحاول إيطاليا السيطرة على وباء الكورونا الذي أودى بحوالي 7000 شخص في البلاد، وذلك عبر ابتكارات طبية مصنوعة من الطابعات ثلاثية الأبعاد وتوظيف شركات الملابس الداخلية والجوارب لإنتاج الكمامات الطبية الواقية. وقال المهندس في شركة إيزينوفا المتخصصة في الطباعة الثلاثية أليساندرو رومايلو لقد تلقينا اتصالا من صحيفة بريشيا التي أطلقت نداء استغاثة من جانب مستشفى في مقاطعتنا يسأل عما إذا كان من الممكن طباعة صمامات فنتوري بالأبعاد الثلاثية. وأضاف توجهنا إلى مستشفى كياري وأنجزنا أول نموذج لصمام تبين في نهاية المطاف أن طباعته ليست بالبساطة التي كنا نعتقدها بسبب هامش الخطأ الضعيف المتاح. وأوضح المهندس في الشركة لقد طبعنا 4 نماذج أولية وجلبناها إلى المستشفى وقالوا لنا بأنها تعمل بصورة جيدة بعدما اختبروها على مرضى مع نتائج ممتازة وقالوا بأنها رائعة. والآن إلى الكاريكاتور.
ومع الكاريكاتور يكون قد وصلنا عزيزي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.